لا جديد تقريبا عن جماعة الإخوان الإرهابية ولا عن الجماعات التي خرجت من رحمها. لما كان الرئيس التونسي قيس سعيد بيتحدث وبيقول انه هناك كان هناك مخطط لاغتياله وانه الراجل يعني اذا اغتيل فهو شهيد لانه يعمل من اجل تونس، الصحف التونسية تحديدا جريدة الشروق التونسية اعلنت انه السلطات في تونس القت القبض على داعشي كان يخطط بالفعل لاغتيال الرئيس قيس سعيد. داعشي ده من الذئاب المنفردة، انتوا عارفين انه الان التجنيد يتم الكترونيا والتكليف يتم الكترونيا، وهذا الداعشي يتم التحقيق معه الان بمعرفة السلطات التونسية لمعرفة ابعاد هذا المخطط. خلونا نستمع من تونس الى الاستاذ أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية لكل متابعي قناة النهار. يعني الأخبار يمكن اللي تناقلتها معظم الصحف الدولية اليوم عن جريدة الشروق التونسية أنه تم القبض على داعشي كان يخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد، يعني لو مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع يا فندم. هو كلنا قرأنا المقال في جريدة الشروق اليوم على اعتبار أنه تم القبض على عنصر تكفيري في علاقة بالموضوع الذي طرحه الرئيس قيس سعيد مؤخرا، وهو التهديد الذي تعرض له. وبالتالي اليوم معناها قرأنا الخبر والمعلومات التي لدينا هي معلومات مثل ما اطلع عليها كل التونسيين واطلع عليها طلعت عليها الصحف الدوليه في علاقه بمعناها مسك هذا العنصر التكفيري، لكن لا نعلم الجهه، لا نعلم ما سيكون وما الذي خطط له، لانه حاليا الوضعيه ستكون في التحقيق، وبالتالي احتراما لاجهزه الدوله لا يمكن الحديث على مصادر او جهات تتبنى او عنصر ذئب منفرد، دونك هذا كله لا يمكن الحسم فيه والجزم صحيح فيه، لكن أن التحقيق مازال لكن لو وضعنا هذا الحدث في سياقه يا فندم، يعني يمكن جريده الشروق وعدت ان هي بس اكتفت بالخبر وقالت ان التفاصيل هتبقى في الطبعه الورقيه، لكن لو وضعنا هذا الحدث في سياقه، يعني ما قام به الرئيس قيس سعيد كان من الطبيعي أن يواجه بمقاومة ويواجه بمثل هذه المحاولات. يعني طمنا الأول على المسار السياسي في تونس كيف يسير بعد هذه القرارات، وكيف ترى مقاومة هذا المسار؟ هو في الحقيقة يعني لو نضع الأمور في نصابها، يعني بعد 25 جويلية كل التونسيين استبشروا بهذا المسار وبالمسار التصحيحي الذي انحرفت به حركه النهضه، ومسار تصحيحي للثوره المغدوره في تونس. وبالتالي متوقع ان تكون هنالك ارتدادات، ومتوقع ان تكون هنالك معناها تصرفات تهز السلم الاجتماعي. نتذكر جيدا عند الخطاب الذي قام به رئيس الجمهورية عندما تحدث عن من سيطلق رصاصة واحدة سيواجهه بوابل من الرصاص. وبالتالي هذا متوقع لأنه مسار تصحيحي، مسار لإخراج تونس من قبضة اللوبيات إلى وضعها في يد التونسيين أو إرجاع تونس إلى التونسيين. اليوم نحن نخوض من هذا المخاض، كل هذا المخاض وكل ما قام به رئيس الجمهورية هو إجراءات وتنقلات ميدانية خدمة للتونسيين وخدمة لمضمون اجتماعي وخدمة لمحاربة الفساد. ونتذكر جيدا ما قام به هو زيارات ميدانية للمحتكرين لناهبي لمصاصي دماء الشعب التونسي. وبالتالي هذه اللوبيات طبيعي أنها لن تكون مكتوفة الأيدي، ستكون لها ارتدادات. الارتدادات يمكن أن تكون من خلال تحركات إما في احتجاجية أو تحركات لإخفاء الأصوات المنادية بمحاسبتهم. دونك بالنسبة لنا في تونس اليوم المسار هو في المسار الصحيح، نحن في حركة الشعب مع المسار الذي اختاره الرئيس قيس سعيد، وسندافع
معه على ملفات كثيرة أهمها الملف الاجتماعي لأنه هو الملف الأبرز لخدمة الشعب التونسي، سنحارب معه الفساد لأننا كنا من بين الأحزاب السياسية عندما كان المجلس النواب قائما، نحن كنا من بين الأحزاب السياسية التي أخرجت ملفات فساد اهتز لها الشارع التونسي. أذكر مثلا ملف الفساد المتعلق بالنفايات الإيطالية. يعني اليوم نحن في حرب، الحرب إما أن تكون مع الشعب أو أن تكون مع اللصوص. صحيح. نحن اخترنا أن نكون مع الشعب. صحيح. ولا بديل عن صوت الشعب ودفاعا عنه. بالنسبة للمسار الذي اختاره رئيس الجمهورية، لا يمكن العودة إلى ما قبل 25 جويلية. اليوم نحن في مسار جديد، مسار تصحيحي، مسار ما بعد 25 جويلية هو مسار الانتصار للعدالة الاجتماعية، هو مسار انتصار لمقاومة الفساد. أستاذ أسامة بشكرك جدا. أستاذ أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي بشكرك. عايز أكد بس على فكرة إيه، أنه أي حد مسؤول، رئيس مسؤول، كاتب إعلامي يقف ضد هذه الجماعة وضد حلفاء هذه الجماعة، هذه الجماعة لا تتورع أبدا عن الرد بالدم، ولذلك يمكن ده اللي بيأكد وقفنا في وجهها وتصدينا ليه.